وزارها حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن على القيرة أي مانتن سر رسمي أو شعيي أما أمك عابي حبناها قولها وزير ذا حكومة دور رزال وزارها كي هاي وحين قدهان تردو دكو كوبان تهاي لحذن يسدد حبنود لحي اللباطن وزير يهل رزال وزارة كحيقين لحي الطبان لحي اللباطن وزير كحيقين يسدو كلاشن يطبان وزير الدولة رزال وزارة حكومة فدرال كالصومالية مدن حسن على القيرة أي كقيب قلي مناسبة كوبان كوك مشاعين ايي حبناها قولها وزير هذا ايا كشيق اي ان حبناها قولها وزير هذا اللغو صوح ولاي شروضة اذاق عمال لغو حراي حلق اي دون ايين حلق وزيركا وعاو الشيق اي إلا كان ترول ايو عمال لغو بين ايو همتدى اي ليهين كهر انت ايسان وزير هذا النقون يسودو كلاين ايهين تدى امسان مدن مدى جمهورية دا فدرال كالصومالية يسودو كلا شروضة اذو فربضان واكر رئيس الوزارة هو كبا واقيا شروضة اللغو حراي أما إكسو قدبين قولها وزير رضا ومقعابي شروطها اللغو الصحولي اللغونا حساب تامي دونو يقاب كي أشقين دونان وان ربين الشعب كصومالي المخلان وعي تأسيد صوصو قفك وزير كنقونا يا وإن آن إداني سكيران صدون سنو وإن أقنتي سكارسي سنتا إهير جامعة دير وأنا Somali هاي أمين سي هاي من المدى يمدحنا ندى ومدى Somali وأنا وأقوني خبرد اللي هاي مامر كي مارين تكو أدم شغدو ودى البنيو وأنا كسفو بيت لقا أنشا هي أسلوب بناك لغونا يقان كرتي وفنان وأنا وسنكمل ذا هين حيث نلالا هين ورد كتل مامن حجر المدى وأنا أقول هذا صحيح أنا إن له بيو تاريخ نلولد كيسة يخبر ديسة كذب مركي لوم جعاب وزير نمدا وأنا لجان قاضي كرو كنا ترجم كرئيس بدل ككوي ما دار بتان كشعبك وأنا ديار بيا هاي كنا جو أنتاي كلقنك هي موجين تدول دوناك بس الحساب خن ده فرنانتا هي لدجالن كم تسمعه كدب يا ليسكا حبناها قرا وزير رضا مقعيدو دا وحا اخريا فيانك حكومة دا ابو كاتم مهدي احمد قولين خضر رئيس بسارك حقيقة حكومة دا فدرال كاي سومالي حليبان دكتور ايمان عبد الله علي وسيركا اوقافتا يا ارمان دينتا عبد فارح سعيد جوحا وسيركا ارمان قدا فدرال كاي بروشيسينتا حليبان دكتور عبد الرحمن دعالة بيلة وسيرك مالية عبد الرشيد عبد الله محمد وسيرك قاشان لك أمباسطة يوسف قراد عمر وسيرك أرمه الدبدة يسكاشي العالمي عبد الله داير عثمان وسيرك وحب رشدة يتعلم تسرق أبو كاتي عبد الرحمن حوش جبريل وسيرك أرمه الدستور أمباسطة جمال محمد حسن وسيرك خرشينتا مع الكشيغا يهربرينتا دقالا حلبان مريم عويس جامع وسيرك الدكذا يقاديك بدل محمد عبد الله سلاد وسيرك قاديك إركا يقولك إنجنير عبد عنشور حسن وسيرك بوستدا إسقارسينتا يتقنولوجيد حلبان شيخ نور محمد حسن وسيرك حنانة حولا قدر أحمد دعالي وسيرك وسارد جناسي لأي ورشدة حلبان عباس عبد الله الشيخ سراجي وسيرك هولاه جود يدبودسك داق ياسين حاجي يوسف وسيرك هوانك يحقوق الإنسان حلبان إنجنير عبد الرشيد محمد أحمد وسيرك بدرولك إي معدنت حلبان محمد أبوكر إسلام دعالي وسيرك أمنك بذهب حلبان سعيد حسين عيد وسيرك بيرة دكتور فوسية أبيكر نور وسيرك عافماتك إدريلك بشنو دكتور عبد الرحمن محمد عبد حاشي وسيرك قلوميسيك يقيراتك بدل حلبان قديجة محمد ديرية وسيرك غنيرضا إسبورتي إنجنير عبد الرحمن عمر عثمان وسيرك ورفافنتا يهنون انت تدوينا أبوكاتي حسن حسين حاجي وسيرك عدالة دم حليبان صالح أحمد جامع وسيرك شقادة إي شقالة
حلبان بروفيسور سالم علي إبرو وسيرك كورنتدا إيبيا دكتور مريم قاسم أحمد وسيرك غرغارك يا مارينتا مسيبوينك حدنا وحان أخرين دونا وسير الدولياش عبد القادر معالي النور وسير الدولة مدحتو إيضا عبد الله حامد محمد وسير الدولة حفيز كرئيس الوزراء حلبان عبد العزيز حسن محمد لفت الجرين وسير الدولة وسارة الجناعة سيجا يورشدا حلبان عبد القادر شيخ علي بغدادي وسير الدولة وسارة عدالة حلبان محمد علي حجا وسير الدولة وسارة قاشانك حلبان محمود حير إبراهيم وسير الدولة وسارة ماليد حلبان عبد الله فارح ولي وسير الدولة وسارة أرمة جدا فدرالك يدبوشيسين حل عبد القادر مدن عبد القادر أحمد خير عبدي وسير الدولة وسارة أرمة دبدة إسكاشي عالم حلبان حسن معلم حسين وسير الدولة وسارة أمن جدا حلبان عبد الرحمن كلمية حرسي وسير الدولة وسارة جديد كعرك يروك حلبان عبد الرحمن محمود عبد الله جابري وسير الدولة وسارة حبر الشدة تعليم وسير الدولة وسارة حبر الشدة تعليم تسر حلبان عبد الله حاج علي وسير الدولة وسارة خرشين تمال كشيق يورمرين تنخالم أحمد عبد كاري وسير الدولة وسارة هولا جود يدبو نسك حلبان عبد الله بلا نور وسير الدولة وسارة بوستد إسكارسين تيدبو الجيد عبد الحكيم حسن أشكر وسير الدولة وسارة أوقافت يا ريما الدين حكوح وسير كحجين ده حلبان إسمان آذن لوبو وسير كحجينك وسارة أوقافت يا ريما الدين حلبان حاج علي شيخ محمد نور وسير كحجينك وسارة أريما جدا إفدرال عبد الله شيخ علي قلوعو وسير كحجينك وسارة ماليد حلبان عبد الله علاد روبل وسير كحجينك وسارة قاشان لقى مختار مهد داود وسير كحجينك وسارة أريما الدبدة إسكاشي عالمي حلبان فيصل عمر قوليد وسير كحجينك وسارة حبر الشدة التعليم تسر حلبان دكتور حسين عبد العلمي وسير كحجينك وسارة أريما الدستوك حلبان فهم أحمد نور وسير كحجينك وسارة خرشين تمال كشيجة يورمرين تبخاله حلبان إسمان محمد عبد الدالو وسير كحجينك وسارة الدجذها جديد يبض حلبان حرسي آذر روبل وسير كحجينك وسارة الجديد كأرك ينولك حلبان إبراهيم يرو إساخ وسير كحجينك وسارة بوسطة إسقرسينتي حلبان حامد علي حسن وسير كحجينك وسارة بيرة حلبان محمد قليف ديري وسير كحجينك وسارة جناسية يورشدا حلبان جمال حسن إسماعيل وسير كحجينك وسارة هولا جود يدبوديسك حلبان سمرة إبراهيم عمر وسير كحجينك وسارة هواينك يخوخ الإنسان محمود عبد القادر ورسمه وسير كحجينك وسارة بدرولك يمعدنته حلبان عبد الناصر سعيد موسى وسير كحجينك وسارة أمن جودان حلبان عبد الكريم قليف دلع وسير كحجينك وسارة حنان ضحولة حلبان حسين عثمان حسين وسير كحجينك وسارة عافمات حلبان عبد الله عمر أبشرو وسير كحجينك وسارة كلوميسي يقيرات كبد حلبان أحمد عمر إسلو وسير كحجينك وسارة غنيرة سبورتينج حلبان عبد الرحمن إيدان يونس وسير كحجينك وسارة ورفافنت دكتور عيسى ولي مالن وسير كحجينك وسارة عدالة حلبان عبد العزيز عرمان وسير كحجينك وسارة شقادة إشقالة حلبان إسماعيل لباح إبراهيم وسير كحجينك وسارة كرونتو إيبيا حلبان علمي عمر عين سنة وسير كحجينك وسارة غرغارك يا مارينتا مسيبوينك ودنبينتي رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خير أيها كعصدي قولها الشعب كجمهورية برلمانك الصومالية إلى ينسحيان حبنا وصوح لأوار كوين يهين هو الله شقيك رئيس المرهان كان ودن كان قرسيك رهور مر
waan rabaa inaan shacabka Soomaalida hortiisa ka ballan qaado idinkana idin sheego qaab naqameedkii loo shaqeyn jiray inuu isbedelay waan rabaa inaad u diyaar garowdaan idinku baarlamaanka ama golaha shacabka Soomaalida waan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantiin taageeradiina iyo inta aad nagala joogto dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqeysa sida ugu dhaqsaha badan sidaas daraaddeed anigu og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixino xukuumadda xubnaha golaha wasiirada ee uu maanta magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qayre ayaa waxaa la horgeyn doonaa xubnaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kuwaas oo siin doona codka kalsoonida ama u diidi doona marka ay helaan kalsoonida baarlamaanka waxaa looga fadhiyaa in waddanka ay gaarsiiyaan horumar iyo sidoo kale inay ifiyaan ama muujiyaan rajooyin cusub jiilka soomaalida waxaa sidoo kale xusid mudan in ra-iisul wasaare xasan cali khayre markuu ugu horreeyey golaha wasiirada uu ku soo daray wasaarad cusub oo ah wasaaradda gargaarka iyo maaraynta aafooyinka waana mid ku cusub wasaaradaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya nasro bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho